السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعرف على كيفية تحميل الأدلة على موقع ملف الإنجاز. يتم الدخول إلى الموقع من خلال الرابط الذي تم تزويدكم به، هذا الرابط، ثم بعد ذلك سوف تفتح أمامنا هذه الصفحة. نقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري الذي تم تزويدنا به أيضا، ثم الضغط على Log In. سوف تظهر أمامنا هذه الصفحة، وكل ما يعنينا فيها هو أن نذهب إلى هذه الأيقونة ونقوم بالضغط عليها. سوف نرى أمامنا معايير المعلمين في الإمارات، وعددها 4 معايير. يندرج تحت كل معيار من معايير المعلمين في الإمارات مجموعة من عناصر المعايير بإجمالي عدد 14 عنصر معيار. تحت كل عنصر معيار سوف نجد مجموعة من معايير الأداء، وتحت كل معيار أداء سوف نجد مجموعة من مؤشرات الأداء. وعند رغبتنا في تحميل الأدلة نقوم بتحميل الأدلة وفق هذه العناصر، عناصر معايير المعلمين في الإمارات، وذلك يكون من خلال الذهاب إلى Submission View، ومن ثم نقوم برفع الأدلة من خلال هذه الصفحة. إذا ضغطنا على هذه القائمة سوف تظهر أمامنا 14 عنصر معيار الذي نقوم بتحميل الأدلة في ضوئها. على سبيل المثال، يحترم ويعزز تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القيم الإسلامية. لنفرض أن لدي دليل يعكس هذا العنصر، نضغط عليه ثم نقوم بالضغط على Submit Evidence. لتظهر أمامنا هذه الصفحة، نقوم بإعطاء عنوان للدليل الذي سوف نقوم بتحميله. مثلا عندي دليل عن يوم العلم، بعد ذلك نقوم بإعطاء وصف شافٍ وشامل لكيف يعكس هذا الدليل هذا العنصر من عناصر معايير المعلمين في الإمارات. قبل أن نكتب الوصف يجب أن نتأكد من معايير الأداء ومؤشرات الأداء التي تندرج تحت هذا العنصر، حيث يجب أن يكون الوصف الذي نقدمه مكتوبا في ضوء معايير الأداء ومؤشرات الأداء المندرجة تحت هذا العنصر. على سبيل المثال كمقدمة يمكن أن نكتب: يقدم هذا الدليل وصفا لنشاط قمت بتأديته مع طلابي في يوم العلم، ويعكس هذا النشاط كذا وكذا وكذا وكذا. من المهم عند كتابة الوصف أن نرجع إلى موقع Teacher Preparation for Competence الذي تم تزويدكم به أيضا، لمعرفة كيف يمكن اختيار الأدلة وكيف يمكن كتابة وصف لهذه الأدلة. عند تحميل الدليل نذهب إلى الضغط على Drag and Drop Files، وسوف تظهر لنا نافذة من الجهاز الخاص بنا. على سبيل المثال هذا الملف Test يحتوي على الدليل الذي نريد أن نقوم بتقديمه، ثم نضغط عليها لنرى أن الملف قد تم تحميله بالفعل، ويجب التأكد من الضغط على Submit لإتمام المحاولة. بعد الضغط على Submit سوف تظهر لنا هذه الصفحة مرة أخرى بها الدليل الذي قمنا بتحميله يوم العلم، ويظهر هنا الوصف الذي قمنا بكتابته. إذا أردنا مثلا أن نقوم بتحميل دليل آخر نضغط على هذه القائمة، ثم نضغط على العنصر الذي نريد أن نقوم بتحميل الدليل في ضوئه. لتظهر لنا صفحة أخرى نضغط على Submit Evidence ونعاود الكرة مرة أخرى. ويجب التنويه هنا إلى أنه يجب الالتزام بعدد الأدلة التي تم طلبها منكم لتحميلها في ضوء كل عنصر من
عناصر المعايير الخاصة بمعايير المعلمين في الإمارات. إذا ضغطنا هنا بعد الانتهاء من تحميل الأدلة سوف تظهر أمامنا هذه الصفحة التي يمكن من خلالها أن نرى جميع الأدلة التي قمنا بتقديمها. على سبيل المثال الدليل الذي قمنا بتقديمه الآن إذا ضغطنا عليه هنا ثم نضغط على Search سوف يظهر الدليل الذي قمنا بتحميله في ضوء معايير المعلمين في الإمارات في ضوء العنصر الأول من عناصر المعايير. وإذا كان مطلوب منكم تحميل اثنين من الأدلة في كل عنصر سوف يظهر هنا دليلان. وإذا أردنا أن نأخذ فكرة عامة عن الأدلة التي قمنا بتقديمها حتى وقت معين نضغط على Submission Heat Map سوف تظهر أمامنا العناصر مرة أخرى. وهنا يتضح في عنصر المعيار الأول أننا قمنا بتحميل ملف واحد أو دليل واحد في ضوء هذا العنصر. شكرا جزيلا وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. السلام عليكم ورحمة الله.